وصلت لتوها للشرق الأوسط، هي الأكثر رعباً في العالم وقادرة على حمل رؤوس نووية، فخر سلاح الجو الأمريكي قاذفة B-52. ماذا تعرف عنها وما هي أبرز مميزاتها؟ في خضم تنامي التهديدات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط، أرسل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة، وأعلنت القيادة العسكرية للشرق الأوسط والدول المحيطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: وصلت قاذفات استراتيجية من طراز B-52 من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. فماذا نعرف عن هذه القاذفات التي سجلت اسمها في كتب التاريخ عندما أصبحت عنصراً أساسياً بقوة سلاح الجو الأمريكي خلال حرب الفيتنام؟ تعتبر قاذفة B-52 قاذفة استراتيجية بعيدة المدى، تعرف بأنها أكثر المقاتلات رعباً، وهي عنصر أساسي في الحروب الأمريكية ومسلحة بشكل مذهل. صممت لتكون حاملة أسلحة نووية تستخدم في مهمات ردع خلال الحرب الباردة. يعود جذور هذه القاذفات إلى الأربعينيات من القرن الماضي، عندما بدأت الولايات المتحدة بالتفكير بقاذفة استراتيجية ثقيلة بعد الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما قدمت شركة بوينغ إلى جانب العديد من الشركات المنافسة عروضاً لسلاح الجو لتصميم الطائرات، ونجحت الشركة العملاقة بالحصول على عقد التصميم. تقدر المسافة بين جناحيها ب 56 متراً وطولها ب 49 متراً، بينما يبلغ ارتفاعها نحو 12 متراً وتزن 83 طناً. فكم يبلغ مداها التشغيلي؟ تمتلك القاذفة مداً تشغيلي مذهل يزيد عن 14,000 كيلومتر بدون إعادة التزويد بالوقود الجوي، وهي تثير رعب أعداء الولايات المتحدة، خصوصاً أن لديها قدرة على حمل الأسلحة النووية على رأس صواريخ كروز من أنواع متقدمة. ونفذت القاذفات B-52 ما يعرف بالقصف البساطي خلال حرب فيتنام وحرب الكويت عام 1991، وكانت تطير أحياناً من الولايات المتحدة وتقصف أهدافاً في العراق، ثم تهبط في قاعدة دييغو غارسيا الأمريكية في المحيط الهندي، كما استخدمت بكثافة أثناء الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001. ولجأت إليها القوات الأمريكية في قتالها ضد تنظيم داعش في سوريا في السنوات الأخيرة، وقد أضحت القاذفة قادرة على إطلاق صواريخ وقنابل موجهة بالليزر، كما أنها قادرة على حمل صواريخ تحمل رؤوسا نووية وصواريخ باليستية لقصف أهداف من مئات الكيلومترات.